خليني أبدأ ما قبل المباراة تحديدا في النصر. خليني أتكلم عن العمل التحضيري الجيد اللي قامت فيه الإدارة. لمن شكك في قدرات الإدارة، أنا أعتقد كان في عمل جيد تحضيري بعد التعادل اللي صار أمام الفتح، والعودة بروح عالية جدا أمام السد وتقديم مباراة جيدة جدا. اليوم ريمونتادا رائعة جدا قدمها النصر، مباراة دراماتيكية صراحة، توقف عندها شوي وتقول من ينتقد فيتوريا أعتقد بأنه يملك لغة الرد من خلال الملعب. فيتوريا شفنا شلون لما امتلأت الدكة، عاد لاعبين المنتخب الأولمبي مختار علي، أيمن يحيى، فراس البريكان، صار أصبحت الدكة فيها خيارات. الإضافة الجميلة اللي عملها النصر في خالد الغوين، وشفنا شلون خالد اليوم كان مؤثر في تسجيل الهدف الرابع، شفنا شلون حتى التجانس اللي موجود والروح اللي بينه وبين اللاعبين توريك بيئة النصر لمن يشكك فيها. كذلك العمل الرائع اللي قاعد يسويه فيتوريا مدرب على مستوى عالي جدا. صدقني النصر هو اليوم، يعني بجيك أنا في الشباب، لكن اليوم النصر هو من وضع نفسه في هذا المأزق. الفرص اللي كانت موجودة الشوط الأول لو تسجلت كان حسمت المباراة من البداية، ولكن برضو يعطينا درس أن الكرة القدم 90 دقيقة. لما تملك مدرب عنده هذا الفكر العالي بأن يجد الحلول على مدى 90 دقيقة ويخلي المباراة مثل ما تفضل أبو نتلي على كف عفريت، لأنه في أي لحظة ممكن تتغير المباراة بالتغيير اللي صار إلى الدقيقة 70. وأنا حقيقة ما نغفل حق مدرب الشباب، يعني صراحة قدم مباراة رائعة جدا، استخدم عنصر المفاجأة والمباغتة للنصر في الشوط الثاني بالإعاز لطرفي الجنب بتشكيل رأس حربة ثاني. ليه؟ عشان فك الرقابة عن ديوب. يعني صراحة ديوب اليوم بين قدراته الفردية، بين أنه صفقة ناجحة للشباب بشكل إيجابي جدا. لأن أنا استغربت لما وقعوا معاه، أعتقد وقع معاه عام ونص تقريبا، فتقول أنه فعلا في قراءة جيدة لإدارة نادي الشباب في أنك أنت توقع عام ونص. اليوم بدأ يطلع بشكل إيجابي جدا، ولكن في الأخير القيمة الفنية للاعبين، الدكة الممتلئة اللي تصنع لك الفارق، دقيقة 70 يعني وكأنه يقول أنا هذه المباراة لو ما أخذتها حخسر الدوري، أنا رايح في اتجاه الدوري. لما توصل أنه يكون عندك 4 في 18، هنا صنع الفراغات، حرر حمد الله، خلى حمد الله متواجد أكثر داخل الصندوق. وشفنا شلون الهدف الثاني جاء في كرة كملها حمد الله وهو داخل، لكن كان في الفترات قبل الدقيقة 70 كان يلعب برا. بصراحة الساحر فيتوريا قدم درس في كرة القدم اليوم. أنا بعد مباراة الهلال والرائد استمتعت بكرة قدم حقيقية فيها كل شيء، فيها مستوى فردي للاعبين، فيها تكتيك مدربين، فيها قراءة، فيها تعامل مع مجريات المباراة، فيها حتى على مستوى الفكر الذهني للاعبين المحترفين اللي ممكن يصنعون لك الفارق. أخيرا أعتقد كذلك يمكن كان الدرس لمعشاق النصر اللي كانوا ينتقدون جوليانو، قال كلمة ترى فنية رائعة جدا أبو نتالي. الوحيد اللي يربط لك في الثلث الأخير هجوميا بشكل صحيح جدا إذا تغاضينا عن بعض قصوره أو عيوبه، وشفنا ماذا يقدم للفريق كعمل جماعي، أعتقد عمل إضافة كبيرة بتغيير جوليانو. مباراة رائعة جدا تشرف الدوري السعودي أن ترى هذه القيمة الفنية.